إن طريقي إلى هذه اللحظة لم يكن أبدا سهلا، فقد ولدت في قرية نائية بداية سبعينات القرن الماضي لأب مزارع، ثم تعلمت حيث تعلمت منه الصبر والمثابرة وقول الحق والوقوف مع الحق. إنني أستلم رئاسة حزب الإنصار في ظرف دولي بارز التعقيد، حيث تزداد رقعة الحروب والاضطرابات، وتتفاعل الخلافات، وتتباين وجهات النظر بين الأقطاب بين يدي تحول عالمي في القوة والنفوذ. وفي ظل ذلك تباد أمة منا في فلسطين على مرأى ومسمع من الجميع على يد قوة احتلال غاشمة ظالمة، بينما العالم عاجز عن توفير حماية للمدنيين العزل. وفي هذا الإطار أؤكد عزمنا في حزب الإنصاف مواصلة دعمنا لكل القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها وفي القلب منها قضية فلسطين. إنني على وعي بأنكم تدركون تماماً أولوية البرامج والسياسات التي أعلن عنها في البرنامج التي أعلن عنها في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، ومنها بناء دولة القانون والمؤسسات القوية ذات الحكامة الفعالة والعصرية، بناء اقتصاد قوي، تمكين الشباب ومحاربة الفساد، وتعزيز ودعم الاندماج الاجتماعي. وستنصب جهودنا خاصة على الإصلاح الإداري لحزبنا، وكذلك الإصلاحات العميقة التي تتطلبها المرحلة القادمة.